أهلا وسهلا، نرحب بكم في بودكاست نادي الكوتش. في هذا البودكاست نقدم مجموعة متنوعة من المواضيع والفقرات، ونقدم خبرات ونصائح نتقاسمها معكم. كل أسبوع نخصص وقت محدد لكل عضو في نادي الكوتش لطرح موضوع معين. فألف مرحبا بمستمع الكريم، البودكاست من تنشيط وتقديم الكوتش والمؤلف أسوكا حسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الكوتش والمؤلف أسوكا حسن، دائما في إطار برنامج الخاص بودكاست نادي الكوتش. اليوم عندنا واحد ضيف اللي هو ضيف مدينة أكادير، الكوتش بابو عائشة، اللي تقدمنا موضوع في إطار البرنامج الخاص بالبودكاست اللي نتقسموه مع المهتمين والمهتمات بهذا المجال. موضوعنا اليوم اللي هو أهمية الإيجابية في الحياة الخاصة بنا. أستاذة الكوتش بابو عائشة، شي تعريف أكثر، عرفينا بنفسك أكثر للجمهور. إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذ حسن أسوكا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن في البداية شكر كبير جدا لك أستاذ على إساحة هذه الفرصة والاستضافة الكريمة، مرحبا أستاذة. وكنوجه تحية كبيرة وسلام لجميع المستمعين الكرام. معكم عائشة بابو، أستاذة لغة فرنسية ثانوي تأهيلي، نعم. وفي نفس الوقت يعني شغوفة بمجال تطوير الذات ومجال الكوتشينج، ودي تخصص الآن في الكوتشينج المدرسي. والحمد لله احنا غاديين في هذا المجال المهم، والرحلة الجميلة جدا التي لا تنتهي في الحقيقة، جميلة جدا. بارك الله فيك. شكرا استاذه، الف مرحبا، وشكرا على الوقت اللي بارك تحتي الله. لنا. وتنعرفكم انتم كاساتذه، راه فعلا كاين وقت عندكم، ضغطتي شويه في الوقت. هنا استاذه الكريمه، هذا الموضوع فعلا ديال الايجابيه متداول كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، متداول في الدورات، متداول في المراكز. اشنو تنقصدوا بهذه الايجابيه بالضبط باش نوضحوا اكثر للمستمع الكريم؟ إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم، موضوع كيف قلت أستاذ حسن مهم بزاف، وأنا يعني ارتئيت أنني نقترحه في هذه الحلقة هذه، وغتكون بإذن الله حلقتنا مليئة بالإيجابية، وحنا دابا الآن مليئين بالإيجابية مع أمطار الخير الحمد لله اللي الحمد نزلت لله، علينا هنا في مدينة أكادير، اللهم لك الحمد. اللهم وفي الحقيقة باش نديروا واحد التأطير للموضوع الإيجابية، كما قلت الأستاذ حسن بأن مليء يعني مواقع التواصل الإيجابي بهذا المفهوم هذا، كل واحد كيفاش كيتناوله، ولكن في نفس الوقت في إطار التناول ديال الموضوع بزاف ديال الناس يقولوا مثلا كيفاش بغيتونا نكونوا إيجابيين، أش من تفكير إيجابي هذا، علاش كتهضروا في إلى وسط هذه الظروف يعني وهذه الإكراهات وهذه التحديات، غير كتبيعوا الهضرة، الواقع حاجة أخرى. إذا فعلا دائما كنشوفوا هاد يعني هاد النوع من السلبية حتى في التعامل مع الأحداث، وما أحوجنا الآن أننا يعني نهضروا في هذا الموضوع من زوايا مختلفة، لأن في الحقيقة في ظل هذا التسارع الأحداث وفي ظل هذا الانفتاح على العالم والأحداث في جميع العالم، كيتم التركيز بزاف بزاف على الأحداث السلبية، على يعني ما يقع في العالم من أمور كثيرة، وكنلقاو التداول ديالها دائما من منظور سلبي في الأحاديث ديال الناس بيناتهم، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في وسائل الإعلام. فما أحوجنا فعلا لأننا نهضروا على هذا الموضوع ديال الإيجابية من منظور مختلف. فاحنا هنا ما غاديش نجيبوا مثلا واحد يعني واحد العصا سحريه وغادي نقولوا لا للناس فعلا، غدا غادي تنعس وتفيق وتلقى راسك يعني ايجابي، ابغى كذا، ابغى كما كنقولوا غادي تكون فعلا ايجابي، ولكن هو نمط واسلوب تفكير كيتبنى بواحد المجموعه ديال يعني المهارات وتدريب النفس عليه، حتى يعني كيولي الانسان كيتبنى منظور اخر في التعامل مع الاحداث. وهو أستاذي لو سمحتي لي أستاذ وي حسن، أستاذ، بأنه لا هذا المفهوم بالإيجابية راه هي قيمة مهمة حتى في منظور الدين ديالنا، الله سبحانه وتعالى محطات متعددة من القرآن يعني يحث على التفاؤل ويحث على الإيجابية، يقول سبحانه وتعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نعم ويقول كذلك ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. جزاك الله إذن خير. مجموعة ديال الآيات من بينها كذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله،
هنا دعوة للإيجابية، للانفتاح على الخير. يقول سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فعلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني راه في وسط المحنة راه كيكون خير، وأي حاجة يعني كتوقع لينا في الحياة إلا وراها منح كثيرة، وراها عبر وحكم ودروس كثيرة اللي كتساعدنا أننا نتطوروا ونرتقيوا يعني بحياتنا وبالأرواح ديالنا. حتى في السنة النبوية يقول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. إذا هذا المفهوم راه ماشي جديد علينا، فعلا مفهوم ماشي يعني جديد. مؤصل حتى في القيم الدينية ديالنا وفي القيم الإنسانية، وهو يعني واحد نمط ديال الكينونة، كيفاش أنك تكون، كيفاش أنك تتعامل مع الأحداث بمنظور مختلف، أنك تشوف من زاوية إيجابية. كيفاش ممكن؟ لأن المشكل ماشي في الأحداث اللي كتوقع لنا في الحياة، الحياة ولا بد أننا يعني نواجه فيها أحداث يعني صعبة، فعلا صعوبات، مشاكل، تحديات، كما أنه كاين الوجه الآخر للحياة، لأن الحياة مبنية على الثنائيات. فلا يمكن أنني نعيش في حياة مبنية على الثنائيات وأركز فقط على ما هو سلبي وشنو فيها تقصد استاذة وأنسى ما هو بالثنائيات؟ إيجابي. سمحي لي استاذة يعني عائشة. هناك تناقضات، تناقضات تمام في الحياة. مثلا نقدروا نقولوا كاين شيء ونقيضه، كاين الليل والنهار، كاين تماما الحزن والفرح، شكرا تماما كاين باش نوضحوا السعادة للمستمع والخطأ، الكريم. فعلا شكرا. كاين مشاعر جميلة وكاين مشاعر منخفضة ويعني وضعيفة كتعطينا واحد الطاقة سلبية، وكاين واحد الشيء جميل جدا أعطى لنا الله سبحانه وتعالى في تكويننا وفي تركيبتنا، وهو العقل، وهو كذلك حرية الاختيار، وكذلك قوانين متعددة في الحياة ملي غادي نفهموها كنتعاملوا مع الأمور ومع الأحداث اللي كتوقع لنا بمنظور مختلف. وهذه هي الدعوة اللي بغينا الحقيقة نوصلوها في هذه الحلقة وفي هذا البودكاست، هو المشكل ليس في الأحداث، ما حدنا وحنا في الحياة وحنا غادي نعيشوا التحديات ونعيشوا الصعوبات، شكون اللي ما غاديش يواجه هذه الصعوبات؟ الإنسان اللي ربما غير جالس ما كيدير حتى شي حاجة، وحتى هو في هذا الإطار هذا هو يعني يعيش تحديات مع ذاته، لأنه يختلف يعني سيرورة الكون، ولا يخالف التطور ولا القوانين ديال الكون في التغيير وفي التطور وفي النماء إلى غير ذلك. فهذه هي يعني احنا بغينا نصلوا لهذا المفهوم او لهذا الامر هذا، هو ان الايجابيه هو ان تتعامل مع ظروفك واحداثك الحياتيه بمنظور مختلف، ترى فيه ما هو ايجابي ولا فعلا تركز فقط على ما هو سلبي. ما دام عندنا احنا هذا الخيار عطاه لنا ربي، عطانا هذه الحريه ديال اننا نختار ونركز على ما نريد، فنحن كما يقال يعني لا نجلب ما نريد حقيقة، ولكن ما نحن عليه بالداخل وكيف نرى الأمور وكيف نؤثر لها. فهذا الشيء اللي بغينا نأصله فيه اليوم يعني، وبغينا نحطه، ماشي غادي نجيبوا مثلا واحد ان باغيت ماجيك ولا واحد لا وي غوسيت ماجيك ونقولوا للناس فوالا راه انتوما مخطئون لأنكم ترون الأمور بمنظور سلبي، أو لا الإيجابية يعني أنك تعيش الحياة يعني ما بسعادة تامة، وأنك ما يم... إلا درتي هاد واحد جوج ثلاثة راه صافي ما غتبقاش تفكر بطريقة سلبية ولا لا. هادشي ما وي كاينش، فعلا وربما هادشي اللي كيعتقدوا واحد المجموعة ديال الناس باش كي ربما كي 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 يصدروا أحكام معينة، وأحكام غالبا كتكون سلبية على ما, ي... ما... ما... يعني على تطوير الذات بشكل عام أو للتنمية فعلا الذاتية. تعميم فعلا تعميم ماشي تعميم اللي هو خطر. دوك حسب ما فهمت منك استاذ عائشه بانه راه البشر او الانسان هو اللي يتحمل المسؤوليه رغم انها الظروف الحياه والتحديات ديالها. واش هذا الشيء اللي كاين؟ يتحمل مسؤوليته في ماذا أستاذي؟ تيتحمل هو اللي يتحمل المسؤوليه كي قلنا اما المفهوم ديالو سواء يمشي يتجه للتفكير الايجابي او التفكير السلبي. جميل جدا، تماما. يعني هو اختياره في الحياة، هو يعني كيف ينظر للإكراهات التي يعيشها، كيف ينظر للأزمات التي تحدث في العالم مثلا، كيف يتعامل مع الأحداث اللي كيسمعها من الآخرين أو حتى اللي كيعيشها في حياته. هنا فعلا ممكن نعطي واحد المثال، نعم قول لابن تيمية يقول، لأنه كان مسجون فعلا وعاش يعني قولة مشهورة هذه. عذابات أنواع. ماذا يفعل الأعداء بي؟ جنتي وبستاني في قلبي، سجني خلوة، نفيي سياحة، قتلي شهادة.
إذا منين جاتوا هذه الإيجابية؟ فعلا واش أستاذ، تسنى حتى عطاها ليه شي واحد؟ واش تسنى حتى الظروف الخارجية تغيرات؟ هو في السجن، هو يعيش يعني معذب في السجن، يعذبون فيه. فعلا ولكن منين جاتوا هذه القوة؟ جاتوا من المنظور اللي بناه داخليا، داخل الأفكار ديالو والمشاعر ديالو، باش تبنى هذه النظرة المختلفة للسجن والنفي ديالو. ربما واحد آخر في نفس الظروف، لأنه لم يشتغل على هذا الأمر وبقى مركز مثلا على الجوانب السلبية منها الآلام ومن هذا، فهو غادي يعيش منظور آخر وغادي يعيش نتائج أخرى. نعم فمثلا في هذه القولة ابن تيمية، فهو يعيش رغم الصعوبات، رغم الوضع القاسي اللي كيعيش فيه، ولكن هو بنى بداخله يعني مستوى وعي مختلف وإدراك مختلف، تعامل معه بمنظور إيجابي وسط هذه المحنة اللي كاين فيها. إذا فالحجم اللي كنعطيوه لإكراهات الحياة والمشاكل مرتبط بمستوى الوعي ديالنا بها وبمستوى الإدراك ديالنا لها وبالطريقة باش كننظروا لها. فجوج الأشخاص ممكن يكونوا كيعيشوا نفس الشيء، نفس الواقع، ولكن واحد يعني يجني نتائج معينة يعني إيجابية في الغالب كيشتغل عليها مثلا، أو لا كينظر لهذا الواقع الصعب اللي كيعيشه من منظور إيجابي، كيشوف الخير اللي فيه وكيشوف شنو اللي ممكن يتعلم منه، وشنو اللي كيفاش ممكن يستثمره باش يتطور نفسيا، وشنو هما الدروس، وشنو هما يعني بين قوسين العيوب اللي كاين ولا اللي دارها هو واللي خطأ فيها في جانب معين من السلوكيات ديالو، وكيحاول دونك يتطور ويطورها. وشخص آخر لا، بقى كيعيش بواحد النظرة مركزة فقط على الصعوبة وعلى الألم اللي فيها وعلى نعم الإكراه فقط، وبالتالي فهو غادي يجني النتيجة ديال لأن الفكرة عنده سلبية، وبالتالي كتنعكس ليه على المشاعر، غادي تعطيه أكيد مشاعر منخفضة، ومن فعلا أهمها هو لعب دور الضحية، أنه كيعيش ذاك الإنسان المحقور المقهور اللي كلشي عدم معدي عليه، الثقة فعلا عدم الثقة، لوم الآخرين، كيدخل في مقارنات ومشاعر منخفضة، اللي أكيد غادي يكون عندها انعكاس على السلوكيات ديالو. فهو ما غاديش يدير واحد المجهود أنه يطرح السؤال، أو لأنه يشوف المشكل اللي كاين فيه والإكراه اللي كاين فيه من منظور مختلف، حتى أنه يطرح السؤال أشنو اللي درت أنا مثلا باش كان هذاك الموقف، أو شنو اللي ممكن نصلح في هذا الموقف، أو أشنو اللي ممكن نتعلم من هذا الموقف باش نتجاوزه ونعدل سلوك معين مثلا، او لنتعلم سلوك جديد، او لنتعلم مهارة اخرى. بهذه الطريقة كنمشيو في اطار تطوير. عندنا اكراه، عندنا تحدي، عندنا صعوبة، ولكن استثمرها من اجل ان اتطور واتعلم مهارات جديدة باش يعني نخلق نتائج مختلفة. فهنا فين كيكون الفرق؟ فعلا فعلا أستاذة، هنا كي قلت حسب ما فهمت منك بأنه راه الإيجابية حتى هي راه مهارة، بحال باقي المهارات خصنا نتعلموها، تمام وكي قلتي بالتطور المستمر خصنا نتعلموها. وفعلا حنا كي تلاحظوا في المجتمع وفي الأسر تلقى إخوان الأخوات هما من نفس الأسرة، نفس الأم نفس الأب، وسبحان الله كل واحد كي عنده التأثير ديال الإيجابية على حياته. كاين واحد غادي في هذا الشرق، كاين واحد غادي في الغرب. دونك هنا استاذه، واش اشنا هما اللي تيخلينا حنا حتى تنتجهوا لذاك التفكير السلبي يعني، ولا معيقات تاتي التفكير الايجابي؟ سؤال مهم جدا وعميق جدا، لان بزاف ديال الناس، واكيد حنا كنا منهم قبل ما نفهموا بان كاين شي امور اخرى ممكن نبنيوها من غير داكشي اللي تبرمجنا عليه، كيلقى راسو يعني مضغوط بواحد المجموعه ديال الافكار السلبيه، حتى ولو يبغي مثلا انه يغيرها، او لانه ما كيعرفش كيفاش. وهنا نقدروا مثلا نعطيو من بعض الاسباب اللي كتخلي ان الشخص كيبقى غارق في هذا النمط ديال التفكير السلبي او الايجابيه. حتى بعض الاحيان فاش كيكون بعض المره مثلا من بين المميزات ديال الشخص اللي كيكون عنده هذا النمط التفكير السلبي، ربما غادي نسرد البعض نعم يعني بعض الخصائص، باش كل واحد ربما يعرف الى اي حد عنده هاد السلبيه في حياته، ولكن ينظر للامور بالسلبيه، فهو كيكون عنده توقع سلبي. ومن بعد ان شاء الله غادي نهضروا سي حسن على السؤال، غنرجع على السؤال ديال اشنو بعض الاسباب اللي ممكن تخلينا
كنعيشوا هذا النمط التفكير السلبي ولا كنتبناوه في حياتنا. نعم. فالشخص اللي كيكون عنده هذا النمط السلبي كيكون دائما توقعاته سلبية، يكون دائما عنده واحد الخوف من ان الامور اللي غادي تحدث لانها غادي توقع عليهم امور سلبيه مثلا. فهنا كيكون دائما قلق، كيكون متوتر من اي خطوه بغى يديرها لانه يبني عليها توقعات سلبيه. الشخص اللي كيكون عنده واحد النمط مثلا تفكير سلبي فكيكون كيقاوم التغيير، عنده واحد المقاومه قويه بالداخل ديالو انه يغير بعض الامور ولو انه يشوفها ما بقات صالحه ليه، وانه يشوفها يعني تؤدي به لشي امور ولا نتائج ما راضيش عليها، ولكن الداخل ديالو هو يقاوم التغيير لان ديما تيعتبر بانه ولو يتغير ولو يدير اي حاجه راه حتى حاجه ما غاديش تبدل. الشخص السلبي كيركز بزاف، التركيز ديالو كيكون على المشاكل، على نعم الاكراهات، ما كي ما كي ما يعني ما كيركزش على الحلول او على الخيارات. فهنا نعم نظرته للامور كتكون ضيقه لانها متجهه في اتجاه واحد. بحال شي انسان مثلا كتعطيه واحد، وهذا تمرين كنديرو بزاف في هذا الموضوع، مثلا كناخذ ورقه بيضاء وكنديرو فيها واحد النقطه سوداء بقلم اسود في الوسط. فملي كتسول يعني الاشخاص اشنو كيبان لكم في هذه الورقه، فالاغلبيه كيبان لهم النقطه السوداء، لان كيركزوا على النقطه السوداء والبياض المحيط بالورقه رغم انه بياض يعني كبير ومساحه هذا كبيره. الشخص فما الإيجابي اللي يركز، لا يركز على الورقة البيضاء، شخص إيجابي ياك، البيضه كيكون تمام، ولا كيكون يعني أعطينا واحد ورقة النوع من سوداء كحلة التفكير الاول. أستاذ، ولا أعطينا ورقة النقطه سوداء كحلة البيضاء في درنا في الوسط وسطها ورقة غادي يركز بيضاء. على النقطه البيضاء. فعلا. ثم ان الشخصيه السلبيه يعني غالبا المشاعر ديالها كتكون منخفضه، كيكون وي دائما يائس، كيكون والطاقة. دائما عنده واحد الشعور بالاحباط، كيستسلم بسهوله للفشل، كيعتبر بان الفشل راه هو نهايه الحياه، كيدخل في لوم من الذات، كتكون حتى الانجازات ديالو ضعيفه ومنعدمه لانه يضيق يعني الخيارات، كيسد على راسو ابواب كثيره ديال احتمالات متعدده، حلول متعدده، خيارات متعدده. وفعلا ثم كيلعب بزاف دور الضحيه، وكنلقاوه يتشكى كثيرا. كاين بعض الناس كتجلس معاهم باللي، وانت كتجلس معاهم وهما كيشكيو، يعني لدرجه انهم كتقول سبحان الله واش هاد الناس ما عندهمش ولو يعني واحد نقطه ضوء في حياتهم. اذا كيكونوا مركزين بزاف على الامور السلبيه كثيرا، وكينتظروا دائما التعاطف من الاخرين والتعاطف من الناس، نعم وكيتوقعوا كما قلنا الأسوأ. وهنا كيبقاو كيعيشوا في ديك الدائرة ديال الطاقة المنخفضة اللي ذكرتيها أستاذ حسن، يعني فعلا. لأن كما كنقولوا دائما هذا الثنائي راه مرتبط، أفكارك سلبية، أفكارك يعني منخفضة كتعطيك مشاعر أوتوماتيكمون، كتعطيك مشاعر منخفضة. وكي أكيد هذا الشيء راه كيكون عنده كذلك انعكاس سلبي على السلوكيات ديالك، فعلا وكيكون عنده الخلافات نتائج والعنف والمشاكل فعلا. تماما، فعلا. وكيكون عنده نتائج بطبيعة الحال اللي كتتغذى من الطاقة ديال هذا الشيء كامل. فما يمكنش فعلا. يكون أفكارك ضعيفة أو لا نقولوا سلبية ومشاعرك كذلك منخفضة، فهادو أصلا طاقتهم منخفضة، فما يمكنش النتائج تكون يعني النتائج اللي كتوصل داك التوقع اللي كتبغي انت تبني في حياتك مثلا إلى غير ذلك. فهاد فمن هنا علاش دابا السؤال اللي ممكن تطرح ولا اللي طرحتيه ديجا أستاذ حسن، علاش كنلقاو نفوسنا مستسلمين لهذا النمط ديال التفكير السلبي ولا لهذه السلبية؟ من بين الأسباب نهضروا أولا على البرمجة نعم السلبية، يعني وغالبا راه عارفة السي حسن بأن البرمجة راه كتجينا من مصادر مختلفة، وأولها البيئة في الأسرة، وأولها فعلا. يعني الأسرة فين خلقينا وفين كبرنا وحنا أطفال إلى غير ذلك. فمن ثم كيبدا كيتشكل عندنا هذا الأنماط ديال التفكير وديال كيفاش كنظروا للأمور، كيفاش كنتعاملوا معاها انطلاقا من داكشي اللي كنشوفوا حولنا وحوالينا، من التعامل فعلا. بالوالدين ديالنا، الإخوة إلى غير ذلك. الطفل دائما كتكون عنده يعني واحد البراءة، العقل كيكون صافي، ما كيكون لا مشاكل لا والو، ولكن ما حدنا وحنا كنكبروا وحنا كنتبرمجوا سواء بالمشاعر السلبية، بالرسائل السلبية اللي ك يعني اللي كان اللي كتقال لينا، اللي كنقدروا نشوفوها. من بعد كيجي وسائل الإعلام، من بعد كتجي المدرسة،
من بعد الشارع، من بعد الرفقة، إلى غير ذلك. فهنا كتكون واحد يعني البرمجة هي اللي كتأثر وكتخلق عندنا واحد المجموعة ديال القيود في العقل ديالنا، وكنوليو كنتبناو هذه الأفكار هذه كجزء من الهوية ديالنا، كجزء من الهوية ديالنا كنوليو كنعرفوا بها نفوسنا. وهي مع الوقت او لا مع لاج كتولي كتقيدنا في الامور ديالنا، مثلا كيفاش كنشوفوا نفوسنا، يا لا الخطاب الداخلي كيكون عندنا سلبي، كتقيدنا ملي كنبغيو نديرو اي خطوة جديدة في حياتنا، كتكون مخاوف، كيكون تردد، كتكون عدم ثقة بالنفس، كتكون نعم دائما انتظار، مثلا دائما التحفيز من الآخرين إلى غير ذلك. فأول حاجة اللي كتأثر لنا على نمط التفكير ديالنا وعلى الإيجابية ديالنا هي البرمجة. وهذا موضوع كبير في الحقيقة نعم وعميق جدا، كيفاش ممكن تبرمجوا، كيفاش أن هاد يعني هاد الأفكار اللي كانت تبرمجوا بها كتولي هي اللي كتصبح يعني كتشكل التفكير ديالنا، وكتخلينا يعني كنعيشوا هاد الطاقة ديال المشاكل وديال المتاعب، وكتخلينا كان يعني كنبحثوا وسط هاد الطاقة المتشنجة آه فعلا على أي حاجة اللي فوالا. وما حد لو حنا كنركزوا على السلبي، ما حد السلبي كيكبر هو اللي حياتنا. تيجي فعلا وتنلاحظوه في فعلا حياتنا فعلا وثقافتنا هذا استاذة. قانون التركيز. فعلا أحسن الله. قانون استاذة ما سمعناش قانون التركيز، قانون قانون التركيز، التركيز، الحاجة فعلا اللي تنلاحظوه حتى كنركزوا في عليها حياتنا. ملي تيقول لك ولا الانسان تيقول لك واه خوي راسك السي حسن، خوي راسك السي فلان، باش تمشي باش مشي قلت له واش انت تبقى هكا، يعني بتل ديك العقلية، التفكير ديالك بتل التفكير ديالك، ما تخليش هذه المشكله توقف لك حياتك، يعني انطلق زيد. وهنا تلاحظوا حتى في الجلسات الكوتشين من تيجوا عندنا بعض الافراد، ملي ما تيبانليش يعني يحدد لهدفه ويقول لك نخدم عليه، تتعرف بانه راه تيحس في الداخل قلت يا استاذه من هذه الافكار السلبيه اللي تتخلق له التعاسه في الحياه ديالو، وما تيعرف فين يمشي، وتيقول ما عرفش الخطوه الاولى اللي غادي ندير، ما عرفش اش نقدم ونوخر. وفعلا اللي قبضنا منك يا استاذه ملي قلتي لنا راه داك الشيء طاقه، راه شحنات، كاين شحنات ايجابيه وشحنات سلبيه، وراه قلتي لنا قبيله بانه راه كاين الخير كاين الشر، كاين السالب كاين الموجب. فعلا راه التاثير ديال العقلية ديال التفكير ديالنا راه إما ممكن نمشيو بها هنا إما هنا. وي أستاذة تماما السي حسن، ممكن حنايا مثلا نجربوها غير في التجارب اللي عشناها في حياتنا. فملي كيكون عندك احيانا مشكل معين وكتبقى مركز عليه، كتركز على المشكل دون انك تقلب على الحلول، فقط المشكل هو اللي محطوط قدامك، كتبقى كتهضر عليه، كتبقى كتفكر فيه، كتبقى كتحكي للاخرين، الاخرين كيعطيوك حلول، حتى هي عندها نفس الطاقه ديال المشكل. ملي كتنعس بالمشكل كتفكر فيه، كتصبح كتفكر فيه، هو كيكبر الى غير ذلك. دونك فصحيح، هذا لان ملي هضرتي فعلا على الطاقه فهي ف الحاجه اللي كنفكروا فيها كنعطيوها من طاقتنا، كنعطيوها تركيزنا، وبالتالي كتكبر. وحتى الحاجه ملي كنبقاو كنقاوموها، لان ملي كنقولوا مثلا اننا نتبناو واحد الاسلوب او نمط فكري ايجابي، هذا لا يعني اننا ندخل في صراع مع الافكار السلبيه، او لا نقلب انني مثلا نتغلب عليها بطريقه كليه، حيث بعض المرات كنلقاو عناوين مثلا في الفيديوهات تغلب على افكارك السلبيه، او لا دمر افكارك السلبيه مثلا بهذا المفهوم. ها ماشي قضية تدمير أو لا قضية يعني نسف الأفكار السلبية، وإنما داخل الأفكار السلبية ضروري غادي تفكر بالأفكار السلبية. هذا الشيء ضروري عادي في جدا، عادي جدا لأن أي حاجة كاينة في حياتنا في محورنا يعني الفكري والمشاعري، كما بغات تكون إيجابية ولا سلبية، فعندها دور في حياتنا، عندها دور. إذا كيفاش حنا ممكن نفهموا الأدوار ديال كل حاجة وقعت لنا، كيفاش ممكن نستخلصوا منها الدروس ونستخلصوا منها الحكام والعبر باش تطورنا، سواء كانت أحداث إيجابية أو لا كانت أحداث سلبية. فعلا ثم فعلا الحاجة اللي هذه مسألة، ثم كما كنا كنهضروا على قانون التركيز، فالحاجة اللي كنعطيوها فائض احتمال وكنكبروها فهي كتضخم كتزاد، وبالتالي كنلقاو ريوسنا غارقين وسط منها، وكنعتبروا بان هذاك هو يعني هذيك هي الحل الوحيد او الاحتمال الوحيد اللي عندي في حياتي. وي وي
الوقت راه كاين احتمالات كثيره وكاين خيارات كثيره في الحياه. ملي كنكونوا ايجابيين وكنتبناو هذا النمط الفكري وكنرفعوا الوعي ديالنا بذاتنا والادراك ديالنا بهذه الامور، فكنوليو كيبانوا لينا احتمالات كثيره جدا، واي مشكل وقع لينا كنعرفوا بانه مشكل عابر وبانه جاء في حياتنا او لا اي حدث كيف ما بغى يكون، سواء فهمناه يعني بالعقل ديالنا او لا ما فهمناش علاش كان علاش حدث، ففقط خصنا نقولوا بان كل حاجه في هذه الحياه عندها دور ديالها، وماشي ما كتجيش هكاك اعتباطا او لا كتجي صدفه. اي نعم حاجه في علاقاتنا، في انجازاتنا، في اخفاقاتنا، في اي حاجه في الحياه فعندها واحد الدور كتلعبه. اذا واش نقدروا نغيروا نمط التفكير ديالنا من السلبي للايجابي؟ اكيد ممكن، لانها مهاره نتعلمها وتدريب نقوم به، وكيجي مع اننا كنغيروا هاد الانماط الفكريه اللي تبرمجنا عليها مادام كنهضروا على البرمجه. ثم كاين سبب اخر الا سمحتي لنا وي نزيدوا، وهو كيفاش ملي كنعمموا التجارب الفاشله. فاحيانا كنفشلوا مثلا في واحد تجربه معينه، فكنعمموا على اساس اننا كنقولوا باننا احنا فاشلين، ما نقدروش مازال ندخلوا لتجربه واحده اخرى مثلا. علاش؟ لانني تماما. فشلت في تجربه معينه فما نقدرش مثلا ندير. كنعمموا يعني ما كان ملي كنقول مثلا انا فاشل مثلا في الدراسه نعم نفرض، لانه سنه من السنوات مثلا فشلت في هذيك السنه، فحينما اعمم كنقول مثلا انا فاشل ما عنديش مع الدراسه ما غندير والو في الدراسه. هذا تعميم، هذا تعميم كيخليني نركز فقط على ما هو سلبي في هذا. ولكن الا جيت كنفكك هذا الفشل فين كاين بالضبط؟ واش عندي في ماده من المواد؟ واش في الطريقه باش كنراجع؟ واش مثلا في الطريقه باش كنفكر الى غير ذلك؟ فهنا كتولي يعني المساحه اللي كنعطي لهذه التجربه هذه تتنقص يعني كتقلص. فملي كنعمم التجارب الفاشله على جميع مناحي الحياه او لا اصدر حكما على نفسي بانني انسان فاشل، فهذا كذلك يعني كيزيد كيعمق عندي هذا الاسلوب ديال السلبيه. ثم لا فعلا حينما استسلم للقناعات المسبقه، يكونوا قناعات ماشي عندي فقط أنا، أغلبية القناعات أو لا الأمور اللي أعتقدها سواء عن نفسي أو لا عن الحياة أو مناحي أخرى من الحياة، فأغلبيتها هي يعني ماشي ديالي إلا قدرت نقول، ولكن ربما تقدر تجيني من الوعي الجمعي، الناس آخرين فكروا فيها نعم وكبرات وتداولوها في مجتمع في المجتمع، وبدات يعني كتسري من جينيراسيون لجينيراسيون حتى كتوصلنا وكان امنوا بها وكتولي معتقد كيحرك السلوكيات ديالنا. واغلبيه قدر هنا نفتح قوس باش نقول بان كاين مجموعه ديال الامثال الشعبيه، الا قدرنا نعطيو كمثال الوعي الجمعي الامثال الشعبيه اللي فيها زعما اصلا فيها السلبيه كاينة في نمط فعلا التفكير أستاذ. مثلا، تماما اللي كتحد من القدرات ديال الشخص او اللي كتحد من يعني القدره دياله على انه ينجز وعلى انه يعمل ويتحرك ويتطور الى غير ذلك. فملي كنتبناو هذه القناعات هذه وكان يعني كنتسلموا على انها افكار يعني ثابته ولا مجال لتغييرها، فهنا كذلك كنكونوا متاكدين باننا رحنا في واحد النفق ديال السلبيه، نعم لأن كل أستاذة الأمور ممكن أن تتغير، وماشي كل القناعات هي صالحة لنا والتطور ديالنا والنجاح ديالنا إلى غير ذلك. فهنا شيء مهم أننا وغرب القناعات اللي كان آمن بها والمعتقدات، وباش نغرب لها خصني بعدا نعرفها، وباش نعرفها خصني نتعمق فيها، نتعمق في الذات. لأن ملي كنقولوا أتبنى أسلوب ديال التفكير إيجابي راه ما غاديش نتسناه يجيني من برا، فعلا هو كيتخدم الداخل، يصنع بالداخل. فملي فعلا كنقول مجموعة ديال القناعات وديال المعتقدات اللي كنتبناها هي السبب في أنها تقيدني، فأنا خصني ندخل العمق ونعرف علاش أنا مثلا أهدافي لا تتحقق، علاش أنا مثلا أنظر للأمور بشكل سلبي، علاش مثلا أنا في أي هذا المشكل كيتكرر في حياتي إذا فين كاين المشكل؟ النظرة السلبية غتقول المشكل في الآخرين، وأنا ما عنديش زهر، هذا وأنا ما أغنية عنديش دي عينيا، واعرة وأنا معدين عليا، ها وأنا دائما الحياة ضدي،
وكنبقاو فعلا نغنيو دوك الاغاني ديال فعلا هذيك اللي تجمع عندي انا ما دار عندي وهذا، زهر والحياة مظلمة والبلاد ما فيها ما يدار اها وكذا وكذا وكذا، دونك فعلا ودائرة الأعذار، دائرة الأعذار لا تنتهي أبدا فعلا لا فعلا تنتهي، هي واخا نجلسوا من تحت الأعذار غادي نلقاوها، غادي نلقاوها فعلا استاذه، أولا فعلا تكلمتي كلام في الصميم. سير استاذه اتمم من الجمله دي. كنقولنا بأنه تصنع من الداخل، فإما أن يعني أنني نتعامل مع هذاك الأمر بشكل مختلف، انك كنت كنهضر على القناعات مثلا ان المشكل دائما يتكرر في حياتي، ما قلنا علاش، فاطرح السؤال علاش. النظره السلبيه غتقول من الاخرين، تقول انا مسكين وبريء وما كندير حتى حاجه. النظره الايجابيه تطرح السؤال، يعني هنا ماذا افعل، هنا اغير مركز الادراك، يعني الطريقه باش كنشوف الامور، واطرح اسئله مختلفه، لان فعلا هذا من بين الامور اللي تساعدني على تطوير ذاتي، وحينما اطرح اسئله مختلفه كنبقاش ديما نقول علاش انا كيوقع لي هذا الشيء، علاش هذا المشكل ما باغيش يعطيني باتساع، علاش بالضبط كيوقع لي هذا، وفين كاين الخلل بالداخل عندي، تتغير الامور مباشره. فعلا اول أستاذ حاجه انني اتحرر من قيد الضحيه، وعي الضحيه خطير جدا، خطير لانه كيسد عليك البيبان ديال انك تتحمل مسؤوليتك في اي شيء، وهذه نظره سلبيه للامور. فعلا وحينما تطرح السؤال علاش بالضبط هذاك المشكل كيوقع ليا في حياتي، علاش كيتكرر، اذا غادي تغوص في العمق ديالك، وغتلقى بان ربما عندك قناعه معينه بان النجاح راه ماشي لا استحقه، عندك مشكل في الاستحقاق مثلا، وثم كتلقى احكام مسبقه، وكتلقى مجموعه ديال الامور هنا مترسبه بالداخل، وهي اللي كتشكل لك عوائق امام التطور ديالك في الحياه. إذا نعم أستاذة هنا فهذا هو هذا الشيء اللي كنقوله أستاذ حسن حينما نتحدث عن تطوير الذات وعلاقته بالإيجابية، وإلى أي حد أن ملي كنكون عندنا هذا التفكير الإيجابي فهو كيساعدنا كثير على أننا نتطور فعلا. علاش؟ أول حاجة لأننا نتحمل مسؤولية ما يحدث لنا، ماشي بالمفهوم القدحي بأنني أنا السبب إذا أبدأ أصدر أحكام على ذاتي، نعم وبأنني غير مسؤولة، وبأنني كذا، وبأنني أستحق العقوبة، لا ماشي من هذا المفهوم. أتحمل مسؤولية ما يحدث لي باش نوسع، يعني نوسع لا زون دو كونفور ديالي، ما نبقاش فيها نخرج، ونعرف بأن راه كاين حوايج كتخدم بالداخل عندي، أنا اللي مقيد راسي براسي، نعم أنا اللي أستاذ مقيد راسي براسي، ألوغ كو الأمور كلها تحدث لغرض معين، فكيف أنظر لهذه الأمور هو الذي يجعل الفرق، هو اللي كيصنع الفرق، ماشي نعم الأمور التي تتغير بالخارج هي التي تصنع الفرق. وهنايا دونك مؤصل بقانون رباني، وربما سنختم بهذا القانون الرباني الصريح، واللي كيعاودوه دائما الناس، وكيكرروا هذه الآية المباركة، رغم أن فيها في العمق يعني تؤثر المجموعة ديال السلوكيات وديال الأشياء رائعة جدا، وهي الآية الكريمة في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلا أستاذ يعني أصدقاء قانون واضح، قانون ديال التغيير وديال التطوير، اللي مفاده بأن لا شيء سيغير بالخارج إذا لم يكن التغيير من الداخل. فعلا أستاذ بغيتي الأمور تولي تتبان لك بمنظور آخر، فماشي هي اللي غادي تتغير في الخارج، احنا اللي غادي نغيروا نظرتنا للأمور من الداخل، وكنأسسوها على واحد المجموعة ديال القيم، من بين هذه القيم بأن في كل محنة منحة نعم مثلا، فعلا وبأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني أي بالفعل عسر كان عندنا في الحياة راه معاه، كيمشي معاه ماشي بعده، معاه غاديين اون باغاليل. فعلا فهنا وهذا أسلوب هذا حياة ما كي قلت نشوفه تماما، هذا منهج حياة، حياة غادية منهج غادية حياة خصنا نمشيو معاها تماما. فالإيجابية ماشي هي تنجي وتنقول للناس لا راه غادي تشوف راسك في المراية غادي يبان لك سبع شوف راسك سبع مثلا، تماما. وهذه وهناك يعني كما قلت لك في الأول، أنهم يصدرون أحكاما بهذا المنظور، لا واحد الحمار يرى نفسه أسدا مثلا، ماشي بهذه الأمور كتخدم. تطوير نفس الذات هو أمر، أولا الإيجابية، وما نقدروش نفصلوها، لأن الإيجابية كتعطينا يعني اسس، هي من بين الاسس اللي كتساعدنا اننا نتطور داخليا، لاننا الا بقينا غارقين في افكار سلبيه
ومشاعر سلبية. فالسؤال الذي أطرح، أي نتائج ننتظر؟ أي فهمت. نتائج ننتظر؟ غادي نبقاو كنغرقوا في نفس الدائرة اللي غرق فيها الآن يعني العالم، غنقدر نقول، لأن كتحل مواقع التواصل الاجتماعي السلبية منتشرة بواحد الشكل كبير، مواضيع يعني مواضيع سلبية، مواضيع يعني تنهك في الحقيقة، تضعف حتى الطاقة ديال الإنسان. ف إلا ما كانش كي قلتي مستعد من الداخل فعلا، انا قلتها، تماما إلا كان تماما، عنده هشاشة داخلية راه مشكلة عنده. نحن نحتاج في الحقيقة، نحتاج بشكل كبير هو أننا فعلا يا أستاذة، نفكروا في هذا الموضوع، نفكروا في هذا لا إن الموضوع شاء في الله هذا موضوع الوقت ننتظروا منك يا مهمة. أستاذة إن شاء الله باش تعطينا الكثير الكثير وتمارين. وكلمة كذلك عجبتني بزاف اللي هي اللي الناس اللي ما تعرفوش العمق ديالها، ذاك التعميم، والتعميم ببساطه كي تنقولوا حنا راه كل شخص راه عنده واحد البناء ولا عنده واحد التصور الذهني خاطئ. علاش؟ اما اعتمدوا على مصدر مغلوط، حضر شي دوره ماشي هذيك، تعامل مع شي واحد يعني يقبض معلومات مغلوطه من مصادر اللي ماشي كافيه، دونك وبدا يحكم على واحد الفئه معينه من الاشخاص كيف ما كانت، ماشي في اي دومين. علاش؟ حيت هو التعامل مع ذاك الفرد بوحده، دونك وبنى التصور الذهني ديالو اللي هو غير صحيح، لانه خاص بذاك الفرد، وبدا تيطبقوا في حياته كامله على الناس كاملهم، وهذا مشكل تيخلي هذا الانسان تيدخل تماما في واحد الدوامه ديال التفكير، يعني تيقيم الامور بواحد الشكل اللي غلط. تماما، لأن هنا الإنسان يعني شخص خصو يكون مراقب ذاتي لنفسه، وهادشي اللي كنقصدو به الوعي بالذات. يكفينا أننا دائما نوجهوا طاقتنا للآخرين، نشوفوا الآخرين وكنحكموا على الآخرين وكنشوفوا علاش الناس ما تطوروش، علاش الناس ما داروش، علاش الناس، ولكن راه مربط الفرس هو حنا، هو الذات ديالنا، هو الداخل ديالنا. وبالتالي نكونوا مراقبين شنو كيحدث بالداخل ديالنا، لان دائما عندنا الاختيار في اننا نغيروا المسار ديال حياتنا ولا نغيروا امور كثيره كتبقى عالقه في حياتنا. عندنا في كل لحظه يعني الامكانيه والخيار اننا نقوم بقرارات اخرى، قرارات مفيده وجيده لحياتنا. وباش ناخذ قرارات خص تكون عندنا نظره، يعني نظره سليمه للامور. النظره السليمه للامور كتبدا بالتفكير كيكون سليم، كيكون منفتح على زوايا مختلفه، ماشي فقط زاوية سلبية واحدة فقط اللي كنبنيو عليها مجموعة ديال القرارات اللي كتكون من بعد يعني مصدر أزمات ومصدر آلام في حياتنا. إذن شكرا النقطة أستاذ وي. البداية تبدأ من الذات باش نختم، وإن شاء الله ربما في الحلقة المقبلة نتحدث عن المهارات، كيف يمكن أن نبني هذا النمط الإيجابي نعم سليم. غادي عندنا مجموعة ديال المهارات ومجموعة ديال الخطوات إن شاء الله العملية، كنقولوا ماشي عصا سحرية، لا إن شاء الله العملية اللي كيفهمها الإنسان كيوعى بها وكيحاول يطبقها، لأنها مع التطبيق كتولي عادة، ومع العادة كتأصل كجزء من نمط الحياة. وغادي نخدم بواحد القولة جميلة جدا اللي كتبين لنا بأن أي حاجة سلبية راه ممكن تكون عندها كذلك جانب إيجابي اللي ما كيبانش لنا. يقال حتى الساعة المتوقفة تكون صحيحة مرتين في اليوم. فعلا شكرا لكم جزيلا. فعلا استاذ بارك الله فيك. تنشكروا الكوتش بابو عائشه على هذا الوقت اللي سحتي لنا على هذا الموضوع اللي هو شيق ومفيد، اللي هو موضوع اهميه الايجابيه في حياتنا. انتظرونا ان شاء الله في الحلقه التاليه مع الكوتش بابو، اللي غادي تعطينا وتزودنا مجموعه ديال المهارات كيفاش نتعاملوا. دائما تذكركم ليس بعصا سحريه، انما اعمال اللي تطبيقيه اللي نخدموها. الكوتش إن شاء الله. عائشه بابو، شي خاتمة منك لهذه الحلقة الأولى للمستمع الكريم. خاتمة، ربما أختم نعم بقصة هي رمزية في الحقيقة. أن هناك شخص يعني عاد من سفره فقيل له: لقد سقطت دارك وقتلت زوجتك وعيالك، الماشية والأنعام لم تعد موجودة، خسرت كل رأس مالك. فابتسم الرجل. كل الموجودين استغربوا لماذا يبتسم الرجل. رفع عينه إلى السماء لأنهم سألوه، فقال وهو يخاطب الله سبحانه وتعالى: أنت أعطيت وأنت أخذت. لا ثم قال للحضور: الذي يعطي مرة يعطي مرارا. فعلا فعلا أستاذة، وهذه شكرا. عبرة، هذه عبرة نعم جميلة جدا. فكم من الأشخاص يعني كينهاروا وكتنتهي حياتهم
يعني ولا كيقدروا يعيشوا عقدة الفشل وطول حياتهم في الآلم، لأنهم ينظرون للأمور من زاوية واحدة فقط. شكرا فلننظر أستاذ. للأمور من زوايا متعددة ونحاول ما أمكن أننا نكون إيجابيين. وهذه المسألة هذه راه ماشي شي حاجة مستحيلة، وإنما هي قناعة داخلية تبنى ثم يعني تؤسس مجموعة من المهارات ونطبقها يوميا حتى تصبح عادة تخرجنا من زاوية تعودنا، وإن شاء الله تولي منهج حياة وتعيش الرحلة معه رحلة جميلة جدا، فيها الجميل وفيها السيء، فيها جميع الثنائيات، ونعيشها كما لو أنها واحدة. أي حاجة مرحبا بها، وأي حاجة زوينة، وأي حاجة عندها يعني الدور ديالها في الحياة، كيفاش حنا كنظرو لها، كيفاش كنتعاملوا معها، هنا فين كيكون الفرق. وشكرا جزيلا سي حسن على مرة أخرى على الحلقة الممتعة، بارك الله فيك. شكرا الكوتش بابو، شكرا المستمع الكريم، إن شاء الله نلقاكم في حلقة أخرى مع الكوتش بابو اللي غادي تزودنا أكثر وأكثر بالمهارات والتمارين التطبيقية والفعلية. الكوتش أسوكا حسان يودعكم وتبارك الله عليكم. أهلا وسهلا، نرحب بكم في بودكاست نادي الكوتش. في هذا البودكاست نقدم مجموعة متنوعة من المواضيع والفقرات، ونقدم خبرات ونصائح نتقاسمها معكم. كل أسبوع نخصص وقت محدد لكل عضو في نادي الكوتش لطرح موضوع معين. فألف مرحبا بمستمع الكريم، البودكاست من تنشيط وتقديم الكوتش والمؤلف أسوكا حسن.